بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أنزل على عبده الكتاب والحكمة وجعل في اتباعه الهدى والرحمة، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه، أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم عن الأحاديث القدسية، ونتناول في هذه الحلقة حديثا عظيما منها، وهو ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الولاية بفتح الواو المحبة، وضدها العداوة، والولي ضد العدو، وأولياء الله أحبابه، وهم المؤمنون المتقون. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو ولي لله بحسب إيمانه وتقواه، وكل كافر فهو عدو لله عداوة خالصة. والمؤمن العاصي يجتمع فيه الأمران، فهو ولي لله بحسب ما فيه من الإيمان، وعدو لله بحسب ما فيه من العصيان. فليس الولي معصوما من الخطأ كما يزعم بعض الغلاة، في من يسمونهم أولياء، وليس لهم تصرف في الكون ولا قدرة على جلب النفع ودفع الضر وشفاء المرضى من دون الله، ولا على تفريج الكروبات كما يزعم ذلك كثير من الخرافيين الذين يتعلقون بالأولياء ويعبدونهم من دون الله، ويستغيثون بهم في الملمات، ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، ويتبركون بتربتهم وأضرحتهم، وينذرون لهم ويذبحون لهم القرابين، كما كان المشركون في الجاهلية يفعلون ذلك، كما قال الله تعالى عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى عنهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وغير ذلك من الآيات. وليس كل من ادعيت له الولاية يكون وليا، إنما الولي من كان مؤمنا تقيا، وهو فقير محتاج إلى ربه، لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا. وأولياء الله تجب محبتهم واحترامهم بدون غلو فيهم وإفراط في حقهم، لأن يطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، وتحرم عداوتهم وتنقصهم وأذيتهم. قد توعد الله من فعل ذلك بقوله في هذا الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني فقد أعلمته بأني محارب له، حيث كان محاربا لي بمعاداته لأوليائي. وهذا منطبق بالدرجة الأولى على من عاد الصحابة وأبغضهم من الشيعة والمبتدعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقال عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا، فمن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله
يوشك أن يأخذه، أخرجه الترمذي وغيره. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وولي الله تعالى هو الذي يتبع ما شرعه الله تعالى، فليحذر الإنسان من إيذاء أولياء الله عز وجل. ومعنى المعادات أن يتخذه عدوا، ولا أرى المعنى إلا من عاداه لأجل ولاية الله. أما إذا كانت لأحوال تقتضي نزاعا بين وليين لله، محاكمة أو خصومة راجعة إلى استخراج حق غامض، فإن ذلك لا يدخل في هذا الحديث، فإنه قد جرى بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما خصومة، وبين العباس وعلي رضي الله عنهما، وبين كثير من الصحابة، وكلهم كانوا أولياء لله عز وجل. انتهى. ثم بين سبحانه وتعالى في هذا الحديث الأسباب التي تنال بها ولاية الله تعالى، ويكون العبد بها وليا لله، أي محبوبا له، فيحرم حينئذ معاداته. فقال سبحانه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فبين سبحانه أن سبب الولاية هو التقرب إليه سبحانه وتعالى بطاعته، فأولياء الله هم الذين يعملون ما يقربهم منه من العمل بطاعته وترك معصيته. وهذا يبطل دعاوى الذين يدعون الولاية لأناس يخالفون شرع الله ويعملون بالبدع والخرافات والشركيات، فهؤلاء هم أعداء الله على الحقيقة، ليسوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون، وهؤلاء أعداء الله سبحانه الذين أبعدهم منه بأعمالهم المقتضية لطردهم وإبعادهم. وإن ادعوا أو ادعي لهم أنهم أولياء، ليتخذ من هذه الدعوة حرفة، يتخذوا من هذه الدعوة حرفة يختلون بها الناس ويسلبون بها أموال العوام. فقد أصبح لقب الولاية والأولياء في هذا الزمان مصدر ارتزاق تبنى له الأضرحة، وتفتح فيها صناديق النذور، وتوظف حولها السدنة لحراسة تلك المصائد وحفظ ما يدفع لها من أموال بغير حق. إن أولياء الله أيها المخرفون لا يدعون لأنفسهم أنهم أولياء، ولا يدعي المسلمون الولاية، ولا يدعي المسلمون الولاية لمعين إلا بشهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم له بذلك، لكنهم يرجون للمؤمن الخير، ويخافون على المسيء الشر، ويحبون أهل الخير ويكرهون أهل الشر. وفي قوله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، دليل على وجوب العناية بالفرائض وأدائها قبل النوافل، وأن النافلة لا تقبل إلا بشرط أداء الفريضة. وفي قوله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، دليل على فضيلة فعل النوافل والإكثار منها بعد أداء الفرائض، لأنها تسبب محبة الله لفاعلها، ولأنها تكمل بها الفرائض إذا حصل فيها نقص، والنقص حاصل ولا بد. ومعنى قوله تعالى: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، معناه أن الله يسدده ويحفظه في سمعه وبصره ويده ورجله، فلا يباشر بهذه الجوارح معصية من المعاصي، وإنما يستعملها في طاعة الله عز وجل. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: ومعنى ذلك أنه لا يسمع ما لم يأذن الشرع له بسماعه، ولا يبصر ما لم يأذن الشرع له في إبصاره، ولا يمد يده إلى شيء ما لم يأذن الشرع له في مدها إليه، ولا يسعى إلا فيما أذن الشرع في السعي إليه. انتهى. ومما يدل على هذا التفسير قوله في آخر الحديث: ولئن سألني لأعطينه،
ولئن استعاذني لأعيدنه، ومعناه أن الله تعالى يكون معه بتوفيقه ونصره وتسديده وحفظ جوارحه من كل محذور، لأن الجزاء من جنس العمل، لما حفظ أوامر الله حفظه الله. الله تعالى يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.